بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا شباب بشابتر 5 راح نحكي عن التايمينج اند كنترول. الان يا شباب راح نشوف الكنترول يونت بالبيسك كمبيوتر تاعنا. الكنترول يونت عباره عن شو؟ الكنترول يونت يا شباب عباره عن سيركت بتتحكم بمكونات الكمبيوتر تاعنا. اوكي، فاحنا اليوم اوكي بهذا الشابتر راح نتعلم كيف نصمم الكنترول يونت. اوكي، الآن الكنترول يونت تاعيتي أو بنسميها الكنترول لوجيك جيت هي عبارة عن سيركت، وزي ما بنعرف الشباب كل سيركت إلها إنبوت ولها أوتبوت. فالآن الكنترول لوجيك جيت هي سيركت الإنبوت تاعها راح يكون كالتالي، راح تكون أوكي كالتالي، راح يكون محتويات الإنستركشن ريجستر أوكي معمولها ديكودينج وداخل وين على الكنترول لوجيك جيت. هذول اول انبوتس راح تفوتن على الكنترول لوجيك تاعتي، على الكنترول لوجيك جيتس تاعتي على هاي السيركت. اوكي، فالانستركشن ريجستر زي ما انتم شايفين هون راح نعملها ديكودينج وراح ندخلها وين يا شباب؟ على هاي السيركت. طيب كمان يا شباب راح نفوت لها انبوت اخرى اللي هن التايمينج بنسميها، راح نفوت لها انبوت من تي 0 لتي 15. هذول الانبوت اللي راح تفوت لهاي السيركت راح تكون معمولها جنريتد من سيركت اسمها التايمينج سيركت، هيها راح نحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل. هاي السيركت اللي امامي اسمها تايمينج سيركت، هاي بتعمل جنريت لسيجنال اوكي من تي 0 لتي 15. وين بفوتن؟ على الكنترول لوجيك جيت، راح نشرحهم هذول بالتفصيل ونشوف ايش فائدتهم. بالإضافة لاحقاً راح نحكي عن إيش other inputs. وبالتالي إذن بالمجمل يا شباب الكنترول لوجيك جيت تاعتي بفوت لها input أوكي جايات من الانستركشن ريجستر أوكي ومعمولها برضو decoding، فبالتالي بكون داخلها input، بالإضافة إلى أنه هاي الكنترول لوجيك جيت بكون لها فايت signal اللي هو اسمه timing signal، بيكون المعمول generated من ايش؟ من timing circuit. هذا الانبوت للكنترول الكنترول لوجيك جيت تاعتي. طيب زي ما حكينا اي سيركت لها انبوت ولها اوتبوت، فراح يطلع من هاي السيركت اللي هو ما يسمى بالكنترول اوتبوت. اوكي اوتبوت، هذول الكنترول اوتبوت راحات اوكي يطلع انك اوتبوت. طب وين راح تروحن يا شباب؟ راح تروحن يتحكمن او على الكنترولز تاعات مين؟ تاعات المكونات تاعات البيسك كمبيوتر تاعي. فبالتالي الكنترول اللي بيطلع من هنا راح تروحن وين يا شباب؟ على 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 المكونات تاعات البروسيسر او الكمبيوتر تاعنا. طيب يعني وين راح يروحن بالضبط؟ راح تروحن يا شباب مثلا راح تشوفوا راح يروحن على السلكترز تاعات البص، راح يروحن على الريد والرايت تاعت الميموري، راح تروحن على اللود والانكريمنت تاعات الريجسترات. اوكي، فهذول كلهن اوكي كل هذول السيجنالز او الكنترول سيجنال راح تيجن يا شباب من وين؟ من الكنترول لوجيك جيت. اوكي، برضه راح تروحن على السلكتر تاعت الادر اند لوجيك. اوكي، وبالتالي اي شيء اي مكون هنا في له كنترول بتحكم فيه، هذول الكنترول سيجنال راح تيجي من وين؟ من الكنترول لوجيك جيت. اوكي شباب، وبالتالي زي ما بتلاحظوا اللي بتحكم بالمكونات تاعات الكمبيوتر تاعنا، هاي المكونات اللي شرحناها اوكي واللي بتحكم فيها، هو فعليا زي ما انتم شايفين هو عباره عن الانبوت تاعات مين؟ تاعات الكنترول لوجيك جيت، اللي هن من هن بشكل عام اللي هن عباره عن ايش؟ محتوى الانستركشن ريجستر بالاضافه للتايمينج هذا. اوكي، وبالتالي هاي الانستركشن ريجستر يا شباب هي عباره عن هو عباره عن ريجستر بيحتوي على الانستركشن تاعيتي، معناته المكونات تاعت الكمبيوتر تاعي بتعتمد او بتشتغل حسب الانستركشن اللي موجوده بالانستركشن ريجستر. اوكي شباب،
إذن هذا هاي هي عبارة عن الكنترول لوجيك جيت أو الكنترول يونت تاعيتي، راح يكون لها داخل لها إنبوت وطالع منها أوتبوت. أوكي الإنبوت اللي داخلنا هو بيجي من هاي المكونات، والأوتبوت اللي بيطلع بروح على وين يا شباب؟ على المكونات تاعات البيسك كمبيوتر تاعنا، يعني بروح على الكنترول سيجنالز تاعاته. وبالتالي إذا بدنا ننفذ instruction أو في عندي instruction بالinstruction register، هاي الinstruction يا شباب هي اللي إيش؟ هاي الinstruction محتوياتها هن راح يحددن طريقة عمل المكونات تاعات مين؟ تاعات البيسك كمبيوتر تاعنا. إذن هيك باختصار. طيب راح نشوف إن شاء الله هاي الأشياء بالتفصيل. بس الآن انتبهوا علي بالله، خلينا نعمل تحليل لإيش للإنبوت. أوكي تحليل للإنبوت تاعات الكنترول لوجيك جيت أو الكنترول يونت تاعتي. طلعوا لي يا شباب، أنا هون عندي الإنستركشن، هيها الإنستركشن ريجستر. هذا الإنستركشن ريجستر يا شباب بيحتوي على الإنستركشن اللي قاعد بتتنفذ حاليا. أوكي الانستركشن اللي بتتنفذ. طيب الان بتلاحظوا يا شباب انه هاي مكونات الانستركشن تاعيتي راح اوكي تفوت على الكنترول يونت كالتالي، راح تفوت كالتالي البتات من 0 ل 11 راح تفوتن على الكنترول لوجيك جيت طبعا، وهنا الجيتس او السيركت اللي جوا راح تستخدم هذولا الانبوت، وراح نشوفهم بالتفصيل كيف راح تستخدمها. الان يا شباب الاوب كود اللي هن البتات من 12 ل 14 يعني الثلاث بتات هذولا راح نفوتهم يا شباب على ديكودر. قديش حجمه؟ اكيد 3 × 8. هذا الديكودر 3 × 8 راح يفوت له البتات 12 و13 و14 من الانستركشن ريجستر، فراح يطلع لي 8 اوتبوت. هذول ال 8 اوتبوت هن بفوتهم يا شباب وين؟ على الكنترول لوجيك جيت. شو أسمائهن؟ راح تكون الأوتبوت الأول راح أسميه D0، الأوتبوت الثاني راح أسميه D1 ودخله برضه على الكنترول لوجيك جيت، والأوتبوت الثاني D2 إلى آخره. لحديت الأوتبوت الأخير راح أوكي هذا الأوتبوت اللي هو من الديكودر راح أسميه D7 ودخله على الكنترول لوجيك جيت. إذن وبالتالي شباب زي ما أنتم شايفين هذول الثلاث بتات مفوتن على ديكودر 3 × 8. طيب فرح يطلع 8 output. الآن ممتاز، إذا الآن لما من الآن وطالع يا شباب لما نحكي D7، لما نحكي D7 شو بنقصد فيه؟ هو عبارة عن الـ output 0 من الديكودر 3 × 8 اللي فايتاته إيش الثلاث بتات اللي هن 12 13 و14 اللي هن الأوب كود تاعتنا. D1 نفس الإشي هو output الأول أوكي أو الأوتبوت اللي هي طالع من الديكودر 3 × 8. ونفس الإشي لما أحكي لكم D7 هو عبارة عن الأوتبوت الأخير أوكي أو الأوتبوت للإندكس ساعة 7 اللي طالع من الديكودر 3 × 8. أوكي دائما خلوا هاي الرسم ببالكم. وبالتالي D7 الآن وين بفوت؟ على الكنترول لوجيك جيت. تمام، فهذول الثمانية أوتبوت يا شباب راح تفوتن وين؟ راح تفوتن على الكنترول لوجيك جيت. طيب بس بدنا ننتبه، الدي هذولا D0 D1 D2 D3 لحد D7 كلهن طبعا راح تفوتن. هذول يا شباب هذا ديكودر، فمستحيل تكون دي واحدة مستحيل إلا تكون فقط دي واحدة شغالة والباقي الدي مالهن مش شغالة، يعني فقط بتكون يعني مثلا اذا دي 1 كانت اون كانت 1 دي 0 لا ودي 2 دي 3 لحد دي 7 دي 7 بتكون 0 لانه هذا ديكودر، فبالتالي بيكون فقط اوتبوت 1 مفعل. اذا بدنا ننتبه لهي النقطه. طيب الان يا شباب لو سالتكم سؤال قلت لكم الان في عندي هنا انستركشن موجوده، سؤال تاعي متى الدي زيرو بيكون 1 والباقي اصفار؟ لما تكون شو الانستركشن الموجوده بالانستركشن ريجستر؟
يعني متى بيكون الدي 01 وباقي الدي صفار كلهن لحد الدي 7؟ نكون بيت 12 13 14 0. ايوه بالضبط، يعني لما يكون هذول صفار اكيد واي 0 للديكودر بده يكون 1 وباقي الوايات بده يكون اصفار، وبالتالي الدي 0 بده يكون 1 وباقي الدي بده يكون اصفار. ممتاز، يعني لما يكون الاوب كود او البتات 12 13 14 كلهن اصفار. طيب شو هاي الانستركشن يا شباب؟ شو الانستركشن اللي حكينا عنها اللي الاوب كود كلهن اصفار تاعته؟ اذا بترجعوا للتيبل اللي فيه الانستركشن سيت راح تلاقوا انها ايش يا شباب، هي الاند انستركشن، صح؟ الاند انستركشن هي يا شباب، اوكي، هي الاند انستركشن. الاند انستركشن الاوب كود هنا بيكون 3 اصفار. الآن يا شباب اللي هو البت رقم 15 بالإنستركشن ريجستر، أوكي، هاي بتمثل شو قلنا عنها، هي الإندايركت بت. الآن هاي البت يا شباب، أوكي، اللي هو سميناها I الإندايركت بت، أوكي، راح طبعا تتخزن كفليب فلوب لأنها بتتخزن بت واحدة، راح نسميها I. وهاي الآي يا شباب هي وين بتفوت؟ بتفوت كمان على الكنترول لوجيك جيت، أوكي. اذا هاي شباب بالنسبه ل اوكي عمليه الديكودينج، هاي الانستركشن تاعيتي اوكي راح تتحلل وراح تفوت على الكنترول لوجيك جيت بالطريقه اللي انتم شايفينها واللي شرحناها. الان يا شباب خلينا نشوف هيك مثال بسيط. لو قلت لكم عندنا هنا بالانستركشن ريجستر عندي انستركشن التاليه فيها 9، عفوا instruction register في instruction التالية في 9 3 A 5، هذول موجود يا شباب بالinstruction register. فلو سألتكم سؤال شو راح يفوت على الكنترول لوجيك جيت بهاي الحالة، أسهل إشي أو يعني لازم نقدر نعمله هنا إنه هذول البتات نحولهن لباينري. فبكل بساطة بنحولهن لباينري. الآن التسعة راح تكون 1 0 الصفر تكون دي 1 والإندايركت 1، صح؟ 1 هيك التسعة اللي هو 1 0 0 1، هاي التسعة. والثلاث A 5 هذول 12 بت راح نحطهم هنا بال 12 بت، فبحطهم بالباينري برضو 0 0 1 1، هاي الثلاثة ال A 1 0 1 0 والخمسة 0101. ممتاز. الآن بهاي الحالة اطلعوا لي البتات 12 و13 و14 شو قيمتهن؟ 001، معناها راح يفوت على الديكودر 001. اي دي اي او اي اوتبوت راح يتفعل بالديكودر؟ دي 1. ايوه دي 1 بالضبط. فبالتالي راح يكون هذا 0 وهذا 1 وهذا 0 وهذا 0 وهذا 0 وهذا 0 وهذا 0 وهذا 0. ممتاز، معناته كل الدي راح تكون الفايتات راح تكون زيرو ما عدا مين؟ ما عدا دي 1. اذا بهاي الحاله دي 1 راح يدخل على السيركت تاعيتي، راح يدخل ايش يا شباب؟ راح يدخل 1، وباقي الدي راح تكون كلهن ايش؟ اصفار. اذا هاي الدي 0 راح تكون 0، الدي 1 راح تكون 1. ممتاز، وتفوت 1. الدي 2 0 دي 3 0 لحد الدي 7 برضه راح تكون ايش يا شباب؟ راح تكون 0. ممتاز، اذا على الكنترول لوجيك جيت بده يكون فايت كل الدي كلها اصفار ما عدا الدي 1 1. طيب الاي بت هيها قديش قيمتها؟ هيها 1، فهون بكون محطوط 1. فالان راح يفوت الان الاي بت راح تفوت 1 على الكنترول لوجيك جيت، اوكي. والان البتات هذول كلهن شايفينهن راحات يفوتن وين يا شباب؟ راحات يفوتن على الكنترول لوجيك جيت تاعي.
الآن يا شباب لو سألتكم السؤال التالي، قلت لكم متى الـ D7 تاعي بيكون 1؟ هون الـ D7 تاعي هذا متى بيكون 1؟ طبعا أكيد إذا الـ D7 1 باقي الـ D صفر صح؟ فهذا الـ D7 متى بيكون 1؟ بس يكون هوب كود كاتهم 1. أي شو إن الانستركشن اللي 12 و13 و14 1؟ يعني هذا الـ D7 متى بيكون 1؟ بيكون 1 أكيد لما يكون الديكودر فايته 111، فالدي 7 بيكون 1. طب شو هن الانستركشنز اللي البتات 12 و13 و14 بيكون 1s 3 1s؟ لو ترجعوا على تيبل الانستركشنز هاي هنا شباب، الانستركشن اللي هو ريجستر ريفرنس انستركشن هذا الجروب كله الاوب كود تاعه 111، والجروب هذا كامل كمان الاوب كود تاعه 111. فاي انستركشن من هذا النوع او من هذا النوع فهذولا بيطلعن دي 7 ايكوال 1 صح؟ طبعا مين بيميز هذا الجروب عن هذا الجروب اللي هو الاي، فهون الاي بتتكون 0 الاي بت، وهون الاي بتتكون 1. طيب بالنسبه للجزء اللي الميموري ريفرنس انستركشن، الان راح تكون نطلع دي 0 1، الاد راح تكون نطلع دي 1 1 صح؟ اذا بتحللوهن، فاذا الانستركشن تاعيتي اد 100% دي 1 1 طبعا وباقي الدي صفار، واللود راح تطلع لي الدي 2 1 وباقي الدي صفار. اوكي لحديت الانستركشن هاي اللي هو اللي increment and skip if 0، هاي راح تطلع لي الدي هاي 2 3 4 5 6، الدي 6 راح تكون 1. اوكي طبعا من ننتبه انه باقي الدي كل حاله اصفر، وبالتالي شباب اوكي هيك فعليا الدي راح تكون حسب نوع الانستركشن تاعتنا. اوكي شباب تمام. الان يا شباب الانبوتس الاخرى اللي راح تفوت على الكنترول لوجيك جيت تاعيتنا هي عباره عن سيجنال التايمينج، وسيجنال التايمينج يا شباب هي عباره عن سيجنال اوكي من تي 0 لتي 15، هذول بفوتن وين على الكنترول لوجيك جيت تاعتي. من وين يا شباب هذول بيجن؟ هذول بيجن من السيركت اسمها تايمينج سيركت، هيها هاي التايمينج سيركت. شو مكونات هاي السيركت يا شباب؟ السيركت هاي شباب مكوناتها كالتالي، راح يكون عندنا 4 بت سيكونس كاونتر، في عندنا كاونتر 4 بت سيكونس يعني بعد 0 1 2 3 4 الى اخره، هذا اسمه السي سيكونس كاونتر. طبعا هذا السيكونس كاونتر له سيجنال اسمها انكريمنت اي ان ار، الها كلير وله كمان سيجنال اسمها كلير وله كلوك. الان لما تيجي الكلير هذا الكاونتر بيصفر، طيب الان لما تكون انكريمنت واحد، الانكريمنت لما تكون واحد وتيجي كلوك، كل ما تيجي كلوك هذا الكاونتر بيعد بواحد، وبالتالي هذا الكاونتر كل كلوك بتيجي طبعا اذا الانكريمنت واحد راح هذا الكاونتر اوكي يعد واحدات. طبعا 4 بت يعني بيعد لي من وين لوين بالديسيمال، بعد 0 بدل 15 1 2 لحديت قديش يا شباب 15 لحديت 15 بالضبط بالنظام العشري اكيد، وبعد ال 15 اوكي وين برجع؟ برجع زيرو كاونتر هذا يا شباب، فبرجع صفر وبيكمل تنفيذ وبيكمل عد، فبالتالي هذا الكاونتر كل ما تيجي كلوك بيعد بواحد. طبعا اكيد دكتور وين تيجي الكلوك للسيكونس كاونتر؟ من الكلوك تاعت السيستم، هذا هاي الكلوك تاعتنا البروسيسور او الكمبيوتر تاعي فيه كلوك، وهاي الكلوك بتفوت على كل المكونات، وهي الكلوك هي عباره عن التايمينج،
شلون احنا بالبيت عندنا ساعة وكل حياتنا ماشي على وقت وعلى ساعة معينة، ونفس الشيء الكلوك، الكلوك بتعمل مزامنة لكل عناصر الكمبيوتر تاعنا. اوكي، الكلوك هي عبارة عن سيجنال بتدخل على المكونات تاعت الكمبيوتر تاعه، وبالتالي الكلوك هاي هي عبارة عن سيجنال. اوكي، سيجنال سكوير ويف بتفوت على مكونات الكمبيوتر تاعنا، لان كل كلوك بتيجي الكاونتر بعد بواحد. بالباينري هاي يعني راح تعد لي 0 0 0 0 بعدينك اجت كلوك بتصير 0 0 0 1 بعدينك اجت كلوك 0 0 1 0 بعدينك اجت كلوك راح تضلها تعد لحديت 1 1 1 1 احنا بنقول 4 بت اذا 1 1 1 1 بعد ما توصل 1 1 اجت كلوك بيرجع 0 0 0 0 طبعا كل ما تيجي كلوك بشرط يكون الانكريمنت واحد اذا جت كلير هذا العداد بيرجع لصفر اذا هذا الاربع هسه اذا اجى كان في انكريمنت وفي كبير طب واجت كلوك يعني شو تختار مش عارف يعني بالضبط هنا اصلا يعني بيعتمد على كيف بيشتغل يعني هذا الاربع بت سيكونس كاونتر بيعتمد على التروث تيبل تاعنا يعني مين اقوى الانكريمنت ولا الكلير هل الكلير سينكرونس ولا اسينكرونس اوكي يعني كله هذا بيعتمد على الأربعة بت سيكونس كاونتر إحنا كيف بيشتغل راح نشوف إحنا مثال ورح نحكي عن فكرة الكلير بس فعليا مين أقوى إذا جت كلير ولا جت يعني كان عندي كلير أو إنكريمنت وجت كلوك أوكي شو بصير بهاي الحالة هل الكلير سينكرونس ولا أسينكرونس هذا بيعتمد على الكاونتر اللي إحنا اشترينا أو اللي إحنا جبنا أوكي يعني هذا بيعتمد على الكاونتر تاعنا فممكن يكون الكلير أقوى من الإنكريمنت ممكن تكون الكلير أسينكروناس أو ممكن تكون سينكروناس زي ما أخذوها بالديجيتال يعني هذا هو المنطق تاعها أوكي على كل حال إحنا من يعني مش موضوع نهاية النقطة الرئيسية هنا أوكي لكن عند الحاجة راح نحكي عنها المهمية لما تكون الإنكريمنت 1 وتيجي كلوك بيزيد هذا العداد بواحد إذا جت كلير العداد تاعي بصفر اوكي بيصفر طيب الان هذا الكاونتر راح يعد بالطريقه اللي انتم شفتوها اوكي الان هذول الاوتبوت تاع هذا او هذا قيمه الكاونتر طبعا راح يظهر على الاوتبوت اكيد فالعداد تاعي اذا كان 000 بده يكون ظاهر على الاوتبوت 000 اوكي اذا العداد اجته كلوك اجته كلوك واذا جتنا كلوك يا شباب والانكريمنت 1 هذا العداد راح يصير 0001 وبالتالي راح يظهر على الاوتبوت 0001 طيب ممتاز طيب الان يا شباب بدنا ننتبه انه قيمه الكاونتر او قيمه العداد هذا يعني الاوتبوت تاع هذا العداد اللي هي القيمه اللي مخزنه بالعداد راح تفوت وين يا شباب راح تفوت على ديكودر هذا ديكودر ثاني غير الديكودر الأول هذا ديكودر آخر هذا 4 ب 16 يعني إله 4 إنبوت و 16 أوتبوت الإنبوت تاعات والأربعة هي قيمة الكاونتر تاعنا قيمة الكاونتر تاعنا طيب والأوتبوت تاعه راح يكون 16 أوتبوت أوكي راح نسميهن إحنا T0 T1 T2 T3 T4 اوكي T2 T3 T4 T5 T14 لحديت T15 هذول التي كلهن راح تفوتن على الكنترول لوجيك جيت اوكي طيب هسه خلينا نشوف شو شكل التيز هذول شو شكل التي هذول تمام بدنا نشوف شو شكلهن وكمان بنشوف شو فائدتهم يعني هذا اهم شيء عندي شو فائدتهم طيب طلعوا لي يا شباب لما يكون العداد تاعنا في 000 اوكي العداد تاعي هذا 000 تمام
يلا شو راح يكون لما يكون 0 0 0 شو بكون الاوتبوت للديكودر تي 1 بتكون 0 0 0 تي 0 تي 0 بتكون التي 0 1 صح وباقي التي صفر ممتاز كل التي بيكون اصفر ما عدا التي 0 اذا التي 0 لو بدي ارسم هون تي 0 وهنا تي 1 وهنا تي 2 لحديت تي 15 راح تكون التي 0 1 والتي 1 والتي 2 لحديت التي 15 كلهن اصفر هاي 0 0 0 وهنا 1 ممتاز طيب افرضوا الان عندي انكريمنت 1 طبعا الكلير صفر يعني مش كلير وعملت كلوك جتني الان كلوك اوكي جتنا الان كلوك تمام الان لما تيجيني كلوك شو بده يصير والانكريمنت 1 قيمة الكاونتر هذا راح يزيد بواحد فشو راح يصير محتوى راح يصير 0 0 0 1 مش هيك هذا هيك بيعد الكاونتر 0 0 0 1 شو معناها ايوه راح تكون التي 1 تصير 1 وباقي الاوتبوت راح يصير صفر وبالتالي التي 1 راح تصير 1 والباقي التي راح تصير اصفار وبالتالي التي 0 راح يصير 0 هيو اذا هذا بالكلوك الثاني بالكلوك يعني بالكلوك اللي جتني هيك راح يصير التي زي التي 1 راح تصير 1 التي 2 راح تظلها 0 لحديت التي 15 راح تظلها 0 طيب لما تيجيني الان كلوك اخرى جتنا الان كلوك اخرى لان لما تيجينا كلوك ثانيه شو راح يصير هذا الكاونتر راح يزيد بواحد فشو راح يصير 0 0 1 0 طب 0 0 1 0 راح تفوت على الديكودر فشو بهاي الحاله راح يصير التي 2 او هاي الاوتبوت 2 راح يصير 1 والباقي صفار اذا راح يصير هذا 0 0 1 والباقي كله صفار معناته بهاي الحاله التي 0 راح يطلع 0 التي 1 راح يطلع 0 التي 2 راح ايش التي 2 راح يطلع لي 1 وباقي التي صفر اذا التي 0 راح يضل 0 التي 1 راح يرجع 0 هيو قلنا عنه 0 التي 1 بهاي الكلوك وايش كمان التي 2 التي 2 شو راح يصير فيه راح يصير 1 تمام التي 2 راح يصير 1 بس خليني اضبطها هون اذا التي 1 زي ما قلنا 0 التي 2 راح يصير 1 وباقي التي راح يظل اصفر اوكي شباب وبالتالي يا شباب راح تستمر هاي العمليه اوكي وتظلها بهاي الشكل اوكي شباب اوكي وبالتالي الشباب زي ما بتلاحظوا هنا اوكي كيف هذول كيف راح يكون شكل التي اللي راح يطلع من الاربع في 16 ديكودر وكيف راح وهن اللي راح تفوتن على الكنترول لوجيك جيت اوكي فزي ما بتلاحظوا يا شباب بالرسم اللي امامنا بتلاحظوا انه لما تكون تي واحده شغاله باقي التي بكون صفر فبالتالي لما تكون تي 0 شغاله بيكون تي 1 من تي 1 لتي 15 صفار الان ونفس الشيء لما تكون تي 1 شغاله تي 1 يعني تكون 1 باقي التيز كلهن صفار ونفس الشيء لما تكون تي 2 1 وشغاله بتكون باقي التي كلهن صفار فهذول مسمين احنا ايش بينات المشل موتشلي بينات موتشليتيف موتشليف اكسكلوزيف اوكي تمام
الآن يا شباب النقطة الثانية اللي منلاحظها بالتي تاعاتنا هذولا من تي 0 لتي 15 إنهن جايات بترتيب معين، يعني أول شيء تي 0 بعدين تي 1 أوكي، يعني أول شيء تي 0 1 بعدين تي 1 1 بعدين تي 2 1 بعدين تي 3 1 بعدين لحد تي 15 1 بعدين بنرجع تي 0 1 تي 1 1 تي 2 1 وأكيد لما تكون واحدة منهن 1 بيكون الباقي اصفار. وبالتالي هاي كمان واحدة من خصائص التي تاعتنا اللي بيطلع من مين؟ من التايمينج سيركت واللي بفوتن وين؟ على الكنترول لوجيك جيت. هاي الخاصية الثانية من خصائص التي. طيب لكن السؤال تاعي ايش فائدة هذول التي؟ يعني فعليا ليش احنا بحاجة إلهن؟ طيب طلعوا يا شباب، لو قلت لكم أنا عندي two micro instructions، two micro instruction، micro instruction اسمها A ومicro instruction اسمها B. لو قلت لكم بدي أنفذ المicro instruction كالتالي، أول إشي أنفذ micro instruction A بعدين أنفذ micro instruction B وراها بعدين، يعني بهذا الترتيب A بعدين B. وكمان بدي هذول الثنتين يتنفذن بوقتين مختلفات، يعني مش مع بعض، وبالترتيب A بعدين B وبدي إياهن ورا بعض. لاحظوا بدي أنفذ micro instruction A ومايكرو انستركشن بي، شو شرطي؟ شرطي الأول إنه يتنفذن وراء بعض، يعني A بعدينك B مش B بعدينك A. وبدي كمان أوكي، يعني هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إنه يتنفذ زي ما حكينا A بعدينك B، بعدينك بدي إياهم يتنفذوا وراء بعض مش مع بعض، وراء بعض أوكي، وراء بعض بشكل مباشر، يعني A بعدينك B. فكيف ممكن أحقق هاي الشروط؟ طيب أنتوا بتعرفوا يا شباب إنه كل statement أوكي إلها condition صح؟ فالسؤال تاعي لو حطيت بهذا الكونديشن لهذول المايكرو انستركشن تاعاتي، لو حطيت هنا T0 وهون حطيت T1 هل راح أضمن الشروط اللي حكيتها؟ حطينا T0 و T1 كشرط ككونديشن، وإحنا بنعرف المايكرو انستركشن ما بتتنفذ إلا لما يكون هذا الجزء ترو صح؟ جزء الكونديشن. فحطيت أنا T0 لكونديشن تاع A و T1 لتاع B، شو رايكو؟ هل راح A تتنفذ قبل B؟ وكمان هل راح أضمن إنه A بتتنفذ ووراها B بتتنفذ؟ راح أضمن. أيوة بالضبط. فبالتالي ومش فقط راح تتنفذ A ووراها B، كمان راح تتنفذ A ووراها مباشرة B. ليش؟ لأن استخدمت T0 و T1 مش T0 و T2. وبالتالي صح زي ما حكيتوا راح نضمن 100% إنه تتنفذ هذول التو مايكرو إنستركشن بترتيب وراء بعضهن البعض. السبب ليش؟ أول شيء لأنه هاي T0 هيك شكلها وهاي T1 زي تونا ما شرحنا أوكي؟ هذول ال T0 والT1 هيك شكلها، وبالتالي أيوة وبالتالي الآن لما تكون T0 1 T1 بتكون 0 إجباري بهذا اللي شرحنا أوكي أوكي هيك يعني بالضبط. الآن ليش؟ لأنه T0 لحد T15 زي ما شفتوا تونا بالرسمة بينات ما يسمى يعني التصرف mutual exclusive. إيش معنى mutual exclusive؟ يعني إذا واحدة 1 الباقي صفار، يعني إذا واحدة شغالة الباقي صفار أوكي. طيب الآن التي 0 والتي 1 إذا التي 0
0 اذا تي 0 1 اذا انتبهوا اذا تي 0 1 اكيد هاي صفر يعني اذا هاي 1 خلينا هاي نقول عنها 1 هاي بتتكون صفر شو معنى 1 لمايكرو انستركشن كونديشنها 1 يعني راح تتنفذ ممتاز واللي صفر يعني مش راح تتنفذ وبالتالي مايكرو انستركشن راح تتنفذ ايوه ممتاز اذا هاي اول نقطه طيب الان طبعا لما خلصت اوكي الان الكلوك اللي وراها الكلوك اللي وراها التي 1 راح تصير 1 والتي 0 راح تصير 0 فبالتالي التي 1 راح تصير 1 وهاي راح تصير 0 الان شو معنى التي 1 ايكوال 1 معناها هاي المايكرو انستركشن راح تتنفذ وشو معنى التي 0 ايكوال 0 يعني هذا الكونديشن 0 يعني هاي المايكرو مش راح تتنفذ اصلا احنا نفذناها بالمرحله الاولى وبالتالي هيك 100% راح تتنفذ مايكرو انستركشن A بعدينك راح تتنفذ مايكرو انستركشن B صح ومن ننتبه بالتي 0 تنفذت مايكرو A وبالتي 1 اللي وراها تنفذت مايكرو انستركشن B معناته يتنفذن ورا بعض اوكي وبالتالي هذا هو باختصار فائدة التي تاعتنا التي هذولا اللي بفوتن على الكنترول لوجيك على الكنترول لوجيك جيت هذولا يا شباب راحات يسمحن بتنفيذ المايكرو انستركشن بترتيب معين ضمن نسق وترتيب معين وشو كمان راحات يمنعن لي تنفيذ اوكي اكثر من مايكرو انستركشن بنفس الوقت فلاحظوا مايكرو انستركشن A و B مستحيل يتنفذن مع بعض مستحيل ليش لانه T0 والT1 مستحيل يكون الثنتين واحد بنفس الوقت وكمان يا شباب راحات ينفذن لي ضمن نسق معين ضمن ترتيب معين اول شيء مايكرو A بتتنفذ بعدينك B ليش بسبب تصرف T اللي حكينا عنه بالاول T0 1 بعدينك مره ثانيه T1 بتصير 1 يعني لا يعني هيك ورا بعض اوكي هاي شباب هي فائدة اوكي التايمينج سيركت اوكي تمام الشباب اوكي طيب يعني يعني الكنترول لوجيك جيت هاي زي ما شفتوا الان اوكي راح يفوت معلومات من الانستركشن ريجستر اوكي وراح يفوت معلومات من التايمينج سيركت هذول راح يفوتن كانبوت على الكنترول لوجيك جيت والاوتبوت اللي بيطلع راح يتحكم لي اوكي بكل مكونات الكمبيوتر تاعنا اوكي شو الآن يا شباب هاي الكنترول يونت بنقدر نعملها implementation بطريقتين الطريقة الأولى اسمها hardwired implementation وهاي الطريقة اللي راح نستخدمها بهذا الشابتر لتصميم الكنترول لوجيك كيت لتصميم الكنترول يونت راح احنا نصمم كنترول يونت ترى اوكي فالكنترول يونت اللي راح تتحكم لي بالبيسك كمبيوتر تاعي اوكي اللي راح نستخدمها بهذا الشابتر اسمها hardwired راح نشرحها بالتفصيل في شابتر لاحق راح نبني الكنترول يونت تاعتنا باستخدام المايكرو بروجرامد امبلمنتيشن اوكي مايكرو بروجرامد راح نشرحها ان شاء الله بشابتر لحالها هاي الطريقه احنا بهذا الشابتر راح نهتم بالهارد وايرد امبلمنتيشن طيب راح نشرحها بالتفصيل ان شاء الله بتتوضح بشكل افضل طيب الان يا شباب زي ما شفتوا بالتايمينج سيجنال اوكي فعليا هاي السيجنال التايمينج اوكي التايمينج سيجنال اللي بيطلع اللي هي من تي 0 لتي 15 البفوتن على الكنترول لوجيك جيت فعليا يا شباب بنعملهم جنريت من 4 بت سيكونس كاونتر وايش وكمان 4 في 16 دي كودر اوكي هذا السيكونس كاونتر بامكاني اعمل له انكريمنتد او اعمل له كلير تمام فكل كلوك بتيجي بنعمل انكريمنت لهذا السيكونس كاونتر طيب الان يا شباب اطلعوا لي
على المثال التالي. الآن اطلعوا لي هون، حكي لي، اطلعوا لي على هاي الستيتمنت، حكي لي D3T4 حط لي صفر بالسيكونس كاونتر. السيكونس كاونتر هيو، أوكي. الآن يا شباب لو ما نشوف التايمينج دياجرام لهاي، أوكي، التايمينج دياجرام لهاي الستيتمنت. هاي الستيتمنت شو معناها؟ لما D3 ولما T4، أوكي، يكون واحد، حط لي صفر بالسيكونس كاونتر. طبعا مين D3؟ D0 D1 D2، هي D3، هاي D3. طيب والT4 T0 T1 T2، هاي T3 وهاي T4. فهون حاط D3 T4، طبعا هاي بيناتهم AND. شو معناها؟ لما D3 والT4 واحد واحد، طبعا اكيد لما يكون هاي واحد وهاي واحد بيكون جواب ترو، حط لي صفر بالسيكونس كاونتر. طبعا اذا واحد منهم صفر اكيد راح تكون فولس، معناته السيكونس كاونتر بيكون شغال طبيعي ويزيد بواحدات كل كلوك ما تيجي. طيب طلعوا لي يا شباب الان شو راح يكون عندنا. طيب زي ما بتعرفوا يا شباب انه اوكي بتكون انا عندي كلوك جايه، فالكلوك تاعيتي هيها، هاي اللي بتكون فايته على وين؟ على السيكونس كاونتر. الان يا شباب اذا بتطلعوا هنا في عندي كلير للسيكونس كاونتر، هيها هاي قيمتها قديش الان؟ قيمتها واحد، 1، يعني هنا فايت لي واحد. يعني شو معنى فايت لنا واحد؟ يعني لما يكون داخل لي واحد الآن معناته لما تيجي كلوك بيكون قيمة، راح تصير قيمة السيكونس كاونتر صفر. ممتاز. الآن نطلع هنا، الآن أول ما إجت الكلوك هيها، شو لقيت قيمة الكلير؟ لقيتها واحد، فمباشرة راح تصفر للسيكونس كاونتر. فقديش قيمة السيكونس كاونتر راح تصير الآن؟ راح تصير صفر يا شباب. طيب شو معنى قيمة السيكونس كاونتر صفر؟ يعني راح يكون داخل على الديكودر صفر. فشو لما يكون داخل على الديكودر صفر؟ بيكون التي زيرو واحد وباقي التي صفر. فبيكون التي زيرو واحد هيو وباقي التي صفر. تي وان تي تو تي ثري تي فور لحديت التي 15 بيكون كله صفر. ممتاز. طيب الآن خلينا نشوف لما تيجي كلوك أخرى. الآن اطلعوا لي، جتني هنا كلوك أخرى، هيها جتني كلوك. فلما تيجي كلوك يا شباب شو راح يصير؟ بدنا ننتبه، جتني كلوك والكلير قيمتها صفر، يعني ما في كلير، وبالتالي معناته الكاونتر تاعي أو السيكونس كاونتر راح يزيد بواحد. بما انه جت كلوك معناته السيكونس كاونتر راح يزيد بواحد، فراح يصير 0001. الان شو معنى السيكونس كاونتر راح يزيد بواحد؟ معناته راح يصير الان هنا ايش قيمته؟ هذا واحد اللي الانبوت اللي فايت على الديكودر. شو معنى الانبوت اللي فايت على الديكودر واحد؟ معناته راح يصير التي 1 واحد وباقي التي صفر. فبتصير هون لاحظوا التي 1 راح يصير واحد بهاي الكلوك، والباقي التي راح ايش يصير اصفر. فباقي التي برجع بصير اصفر، والتي زيرو برجع صفر، اما التي ون بصير واحد. الان بيظل واحد بيظل، يعني الامور طبيعيه ومش متغيره لحديت بدايه الكلوك الجديده. فالان اطلعوا لي هنا في عندنا كلوك اخرى، هيها الآن لما تيجي كلوك شو بده يصير؟ قيمة، طبعا تيجي كلوك ولاحظوا ما في كلير، معناته قيمة ال، انتبهوا يا شباب، راح تصير قيمة الكاونتر تاعي تزيد بواحد، فراح يصير 0010، يعني رقم اثنين. الآن شو معنى 0010؟ يعني الديكودر راح يفوت عليه
0010 يعني رقم 2، وبالتالي بهاي الحالة تي 2 راح يصير 1 وباقي التي راح تصير أصفار، فالتي 0 بيضل 0، التي 1 بيرجع لصفر أكيد، التي 2 بصير 1 هيو، التي 3 بيرجع لصفر أو بيضل صفر، والتي 4 بيضل صفر. ممتاز، فالأمور راح يظلها طبيعية لحديت إيش يا شباب؟ لحديت ما تيجي الكلوك اللي وراها. الآن راح الآن نفوت بكلوك جديدة هيها. فالآن منفوت بكلوك جديدة، الآن إجتني كلوك بتطلع على إيش؟ على الكلير، بتطلع وإنه الكلير تاعيتي إيش؟ الكلير صفر. ممتاز، أيوة الآن الكلير تاعيتنا صفر الآن. ممتاز، بما أنه الكلير صفر معناته السيكونس كاونتر راح يزيد بواحد، فالآن شو راح يصير هنا؟ ثلاثة، فزيرو زيرو ون ون. الآن شو معنى ثلاثة فايت يعني مخزن بالسيكونس كاونتر؟ معناها رايح يكون الانبوت للديكودر ثلاثة، فالآن تي ثري راح يصير واحد وباقي التي راح تصغر، فبالتالي تي ثري راح يصير واحد وباقي التي راح يرجع نصفار. الآن بس بدنا ننتبه الكونديشن تاع الستيتمنت تاعيته أو تاع هاي المايكرو انستركشن لحد الآن صفر، أوكي؟ الآن إجت الكلوك الجديدة اللي هي الكلوك اللي وراها، الآن هاي الكلوك إجت الآن، فالآن شو راح يصير؟ راح نتطلع على وين يا شباب؟ أوكي؟ الآن إجتني الكلوك الجديدة اللي هي تي اللي هي مسميه هون تي 3، الآن بنطلع على وين؟ على الكلي على الكلير تاعت السيكونس كاونتر، الكلير تاعت السيكونس كاونتر يا شباب ايش بعتها؟ بعتها صفر. هيها هون بنطلع على هاي صفر. ممتاز، بما انها صفر معناها هذا السيكونس كاونتر راح يزيد بواحد، فشو راح يصير الآن؟ 0 1 0 0 يعني راح يصير 4. ممتاز، شو معنى 4 داخل على الديكودر؟ معناها تي 4 راح تصير 1 وباقي التي راح تصير اصفار، فتي 4 راح تصير 1 وباقي التي راح يرجع نصفار. اوكي؟ وصير النصفار. ممتاز، عند هاي المرحلة إذا بتلاحظوا اوكي يعني خلال هاي الكلوك، اذا خلال هاي الكلوك شو بده يصير عندنا يا شباب؟ بدنا ننتبه انه الدي 3 اوكي صار فعال، اوكي صار فعال، طبعا فعال هو من هاي الكلوك يعني بهاي المرحله واحد، وكمان يا شباب التي 4 واحد، فالدي 3 والتي 4 وحدات، معناته شو بده يصير عندنا هون يا شباب؟ لما الدي 3 والتي 4 راح يصير وحدات، معناته هذا الكونديشن راح يتحقق. هذا الكونديشن يا شباب رايح يتحقق، يعني راح يصير واحد. اوكي؟ معناته هاي الجمله راح تتنفذ، الان راح نحط صفر بالسيكونس كاونتر. اوكي، الان انتبهوا علي شو راح يصير. الآن مرة ثانية شباب، ال D3 واحد وال T4 واحد، واحد بواحد، الآن هاي شو راح يعمل؟ راح يعمل T3 و D4 راح يطلع لي Logic 1، الآن هذا الأوتبوت راح نفوته على الكلير، فبالتالي الكلير بهاي الحالة راح تصير واحد هيها. إذا خلال هاي الفترة أوكي D3 واحد وال T4 صارت واحد، معناته اوكي الكلير راح يصير واحد، بس حتى لو صارت واحد تاثيرها مش راح يكون الا لما تيجي كلوك، زي ما بنعرف صح، لما تيجي كلوك، لان لما تيجينا كلوك هنا طلعوا لي جديده هيها، لما تيجينا كلوك بتلاحظوا شو بده يصير عندنا يا شباب؟ لما تيجي عندنا هون كلوك مباشره هاي الكلوك راح تطلع على مين؟ على الكلير، فشو راح تلاقيها؟ هاي الكلوك الكلير راح تلاقيها صارت او كانت واحد، او راح تلاقيها واحد، فمباشره مجرد ما تلاقيها واحد
اوكي شو راح تعمل؟ راح تعمل كلير للسيكونس كاونتر، يعني مباشره عند هاي النقطه راح ينعمل كلير للسيكونس كاونتر. اوكي وبالتالي بهاي الحاله لما تعمل كلير للسيكونس كاونتر معناته الديكودر شو راح يفوتوا انبوت 0000، معناته بهاي الحاله التي 0 راح يتفعل وباقي التي صفار، فبالتالي التي 0 راح يصير واحد والباقي التي راحات يصير اصفار. اوكي راحات يصير اصفار، وبالتالي شباب بهاي الحاله اوكي راح نرجع الان تي 0 اوكي راح نرجع نفعل تي 0 وباقي التي ما نفعلها وتظل ماشيين بهذا السيكونس، وبالتالي راح نظل ماشيين بسيكونس تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 0 تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 الى اخره. اذا الشباب بتلاحظوا انه عندنا بالمثال اللي امامنا عدينا كالتالي، عدينا T0 T1 T2 T3 T4 بعدين رجعنا T0 T1 T2 T3 الى اخره، وبالتالي اوكي وبالتالي بالتايم T4 التايم T4 السيكونس كاونتر شو صار له؟ صار له يا شباب كلير. اوكي صار له كلير اوكي، بس بشرط ما تصار له كلير لما D3 is active. الآن السؤال تاعي يا شباب، هاي المايكرو انستركشن أو هاي الستيتمنت اللي أمامي كيف ممكن نعملها implementation؟ أنا بعرف إنه هاي عبارة عن الدي 3 دي 0 هاي الدي 3 هاي الدي 3 وهاي عبارة عن التي 4 أوكي. فالآن راح تفوتن وين هذول يكون الفايتات على الكنترول لوجيك جيت، صح؟ راح تكون الفايتات. طيب وبتلاحظوا هنا هذول الدي 3 والتي 4 أكيد راح تكون الفايتات جوا، صح؟ الآن الآن سؤال، لو منا هاي نعملها implementation كيف راح نعملها يا شباب باستخدام التي 3 والدي 4؟ نوصلهم على AND gate مع clear. أيوة بالضبط، إذا جوا هاي نوصلهم على AND gate، تمام؟ وين منوصلهم بعدين؟ الأوتبوت راح يكون على clear تاع. أيوة منوديهم على clear تاع مين؟ تاع sequence counter تاعنا.